الفريق المنامة. هل يأتي الهدف الأول؟ المنامي هو ذي الكرة العرضية، ممكن بالرأس، خطيرة. مع فريق المنامة كواكو الساحل العاجي منتصف الملعب مع فرانكوني في الجليات. المنامة تعادل في مبارتين، المنامة خسر 3 لقاءات، المنامة سجل 22 هدف، والمنامة تلقى شباكة 12 هدف ورصيدة 23. الجيمس مع الكرة، ممكن يلعب كرة طويلة، ممكن تمريرة، ولكن يا سلام يلعب الكرة إلى عيسى موسى مع الكرة، محاولة مرور، وهذه كرة منامية يرجع بها إلى جيمس. تلعب الكرة جيمس مع الكرة، جيمس يلعب كرة مبعدة من دفاع النادي الأهلي، والكرة تعود إلى جيمس. جيمس يا سلام على المهارة، مع الكرة جيمس يبعد عن زميل، ولكن رمية التماس احنا انتظرنا الى الدقيقة 68، الدقيقة اللي اعلن فيها اول اهداف في المباراة، وهنا الحشاش يحاول يمر، توصل مهدي العادل، الامرزي محمد فارس، تبعد الامام محمد فارس، جوناثان كرة مع البرازيلي، الحلو الفردية يعدي، ممكن يلعب كرة عرضية لكوير قصيرة وتبعد على طول، تبعد ضغط واضح من قبل، هاجم المحرك، بدأ يهاجم المحرك، عبد الوهاب المولود يعدي من واحد يعدي من ثاني، دربكة من الجول ملعوبة، تعود الكرة مرة أخرى، مرتد مسابقة الدوري، مقطوع الكرة مرتدة، قد نشاهد هدف ثالث للمحرك، خطرة هذه عبد الوهاب المولود، لعب كرة أمامية لكوير، التغطية حاضرة وتبعد. يجب فوز المحرك، راح يرفع رصيده الى طبعا 27 نقطة، وراح يبقى ايضا في المركز الرابع. ملعوب الكرة، الضغط على حامل الكرة، هدفين مقابل لا شيء، خطأ من عبد الرحمن الاحمدي، يعود الكرة بالخلف، لا والله وحسين جميل سانكوس، ملعوبة تمريرة حلوة امامية الى خليف الكوس، لكن تغطية حامل. يبدأ مشوار كروي قادم طبعا بشيء طيب. ملعوبة الكرة، تبعد بعد ذلك جمال راشد، جمال راشد مع الكرة، يبعد عن زميل جمال، يلعب كرة خطيرة خطيرة والعرضية، ولكن الدفاع يتدخل، اللاعب جيمس يتدخل وتعود الكرة لصالح في الجهة اليمنى لصالح فريق النادي الأهلي. تلعب الكرة يا سلام، استلام بشكل ممتاز وتغطية ممتازة من جيمس إلى هدف يشعل مجريات المباراة. وهذه كرة أهلاوية، جمال راشد، جمال راشد خطيرة، ولكن ترجع الكرة لفريق المنامة، مقطوعة خاطئة وتعود هلاوية، ممكن هدف ثاني، لاعب حمزة حاول يمر لكن تغطية ممتازة من جيمس. طلع من خلال جماهير الناديين، جماهير المنامة وجماهير الحد، في تقديم مباراة أفضل من هذا المستوى، خاصة بأن المباراة يعني فيها بمرمى الحد 40 هدف، وسجل الحد في مرمى المنامة 39 هدف، يعني الفرق هدف، ومتبقية ربع ساعة على نهاية شوط المباراة الأول، والتعادل ما زال مستمر. تبعد من المدافع جيمس أوليفادي، مد موسيس، خطرة للحد أمامية، خلص على طول علي محمد الحسن، كرة لما توصل خطرة هذه للحد، جول تأخر فيه، فالأمرزي بيمر بيلعبها عالي داخل منطقة الجزاء، يبعدها جيمس، محمد فارس، خطرة هذه لسعد العامر ما توصل، المهم ركله الجزاء، كره بتوصل لمحمد فارس، حمل خطره تمر في الجول، الله، لاعب فريق النادي الاهلي ومشروع هجمه مرتده لصالح فريق النادي الاهلي، كره تلعب، يا سلام على التمريره، وهذه كره ممكن ولكن جيمس وتغطيه ممتازه وتعود، حاولت مرور، يلعب كره بشكل ممتاز لفريق النادي الاهلي، وكره بينيه ممتازه في الجهه اليمنى، ممكن عرضيه العرضيه، ولكن التغطيه المناميه ممتازه والتغطية لها المنامية بشكل ممتاز، والإبعاد للنادي الأهلي، تلعب ممتازة، يا سلام على التدخل من جيمس، جمال راشد مع الكرة، جمال يلعب بينية، ولكن تغطية ممتازة من جيمس،
جمال راشد، جمال راشد مع الكرة يبحث عن زميل جمال يلعب كرة خطيرة خطيرة والعرضية، ولكن الدفاع يتدخل، اللاعب جيمس يتدخل وتعود لفريق النادي الأهلي، تلعب اتجاه لاعب حمزة، حمزة يلعب كرة بينية ولكنها مقطوعة من جيمس، وتعود الأهداف في شوط المباراة الثاني. لا نزال في الوقت الضايع المحتسب 20 نقطة، وراح يكون في المركز الثاني بعد الرفاع والثالث والرباع الشرقي بنصير 25 نقطة، ولكن حتى الآن بقي 10 دقائق من الكرة المبعدة، تلعب الكرة طويلة، تغطية من جيمس براس، تعود مرة أخرى إلى